السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريك حل مشكلة الكراش الذي يحدث في السيديا، حيث عندما تقوم بالدخول إلى السيديا التي تم إطلاق الجيلبريك الخاص بها من فريق بانجو للتحديث iOS 9.0.2 يأتي بالعديد من المشاكل. من ضمن هذه المشاكل هي الخروج التلقائي والكراش الذي يحدث عندما تقوم بالدخول إلى متجر السيديا، وتحديدا الضغط على انستولد أو الأدوات التي تم تثبيتها فيخرج تلقائيا. هذه المشكلة واجهت العديد من الأشخاص والعديد من المتابعين سألني عن حل هذه المشكلة. في البداية سبب هذه المشكلة هو أن المتجر السيديا لا يدعم اللغة العربية أو نظام اللغة العربية الجديد الذي يأتي مع iOS 9، حيث كل الأشخاص يعني كل المستخدمين لهواتف أبل لاحظوا التغيير، حيث أصبحت اللغة العربية مدعومة بشكل كامل حسب ما صرحت أبل، ولكن يعني هذا شكل لا يعجب الكثير من الأشخاص. كذلك متجر السيديا أظن أنه لا يعجبه، حيث أنه لا يدعمه ولا يستطيع التفاعل معه يعني والتعامل معه بشكل جيد، وبهذا يحصل كراش ويخرج مباشرة إلى الشاشة الرئيسية. وحل هذه المشكلة فقط بتغيير اللغة إلى اللغة الإنجليزية أو أي لغة تفهمها، وبالتالي تستطيع استخدام السيديا بدون أن يحدث لك هذا الكراش، في انتظار أن يقوم المطورين مطورين فريق بانجو بتحديث متجر السيديا حتى يصبح يدعم اللغة العربية، حيث أن المتجر يعني لم يتعود بعد ولا يتعامل ولا يعرف يعني غير داعم للغة العربية ونظام اللغة العربية الجديد، فيحدث بعض الخلل وبعض المشاكل، وبالتالي يخرج من التطبيق إلى الشاشة الرئيسية ويحدث هذا الكراش وهذه المشكلة، وحلها فقط بالتغيير اللغة إلى اللغة الإنجليزية. طبعا أريد أن أنوه على أن الإنترنت مقطوع الآن عن منطقتي، وبهذا حالة دون تصوير حلقات مميزة هذه الأيام. يوجد الكثير من الأدوات والكثير من المواضيع الرائعة التي أردت تصوير حلقات عليها، ولكن للأسف كما ترى أمامك هنا الإنترنت مقطوع عن منطقتي تماما. حتى أضغط على بيجين تيست هنا سترى أن السرعة يعني ضعيفة للغاية، وأظن أنه لن يحدث حتى اختبار من قلة صبيب الإنترنت وضعف الإنترنت. إذا حدث اختبار هنا، إذا لاحظ معي مشاهدي الكريم يعني غير معقول أبدا سرعة الداونلود وكذلك البينج، أيضا الأبلود سيكون في هذا الحد يعني ضعيف للغاية. وأيضا أنا أعرف بأن هذه الحلقة يعني سأتعب كثيرا حتى أستطيع رفعها على اليوتيوب، ولكن مع هذا سأحاول وسأنتظره حتى تكتمل من الرفع، يعني لاحظ سرعة الأبلود يعني ضعيفة للغاية. على العموم شكرا لحسن متابعتكم، لا تنسى الضغط على زر لايك وكذلك سبسكرايب، سيكون هناك مواضيع رائعة في الأيام القادمة. كذلك لا تنسى الاعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك للتواصل معي كذلك يعني، والاعجاب بالمنشورات ورؤية المنشورات التي قوم بنشرها. غير ذلك يمكنك زيارة الموقع الرسمي موقع العالم الافتراضي thtv.com. نلتقي بحلقة قادمة، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.